الخبر اللي جاي ده أنا أشوفه حاجة شديدة الأهمية بصراحة. أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. الكتاب المقدس متى 18-16. ده كلام سيدنا المسيح لا الرسول أو بطرس الرسول، وكان اسمه سمعان، وشاف فيه كده، شاف في بطرس الرسول أنه سوف يكون هو الصخرة، بطرس اللي هي بيتر اللي هي بترا أي الصخرة، فقال له أنت الصخرة. احنا بنتكلم النهاردة على لقاء ما بين أهم وأكبر كنيستين بأعلى قدرات للتأثير على المجتمع، مش بس المسيحي ولكن المجتمع البشري. قداسة البابا توادرس يلتقي بصاحب القداسة بابا الفاتيكان في هذه الزيارة التاريخية. بطريرك الكرسي الرسولي لمرقس الرسول وبطريرك الكنيسة أو الكرسي البطرسي. اللقاء هو الأهم ما بين قيادات روحية هي الأكبر في العالم. خلونا ناخد معانا على التليفون للحديث حول هذه الأهمية البالغة لهذه الزيارة مع القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. أهلا بيك يا فندم. أنا كنت بتكلم إن إحنا بنتكلم على اللقاء ما بين أكبر قيادتين روحيتين في العالم، قداسة البابا توادرس وقداسة البابا فرانسيس. أهمية هذه الزيارة، أهمية هذا الحوار الذي بالتأكيد قام ما بين أصحاب القداسة. طبعا بدون شك الزيارة لها أهمية خاصة على عدة مستويات. أولا هي تأتي بمناسبة مرور 50 سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين، حين زار المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث الفاتيكان يوم 10 مايو اللي هو بيتزامن مع يوم غد، بعد انقطاع دام أكثر من 15 قرن من الزمن. وتأتي زيارة قداسة البابا توادرس اليوم للفاتيكان للاحتفال بهذه الذكرى ولتأصيل فكرة المحبة اللي جمعت بين قداسة البابا توادرس وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، واللي تكرست منذ 10 سنوات، واللي أيضا كانت يوم 10 مايو عام 2013. إذن هي احتفال، الزيارة للاحتفال بذكرى 50 سنة على عودة العلاقات، وأيضا زيارة محبة وهو الشعار الذي رفعه كلا البابوين عبر 10 سنوات الماضية، حتى أنه وربما حضرتك تعلم أنه في 10 مايو من كل عام خلال 10 سنوات الأخيرة بيطلق على هذا اليوم يوم المحبة الأخوية بين البابا توادرس والبابا فرانسيس. بدون شك لقاء الزعيمين الروحيين لازم هيطرح دعاوى للسلام وللمحبة في كل مناطق الصراع، وربما قداسة البابا في منذ أيام قداسة البابا توادرس أشار إلى أنه حينما يجتمع ببابا الفاتيكان ستكون الموضوعات المطروحة هي الدعوة إلى السلام ورسالة إلى كل المناطق اللي فيها حروب أو فيها صراع بكل شكل. طبعا نتطلع أنه الدعوة اللي ممكن تطلق في هذا السياق يكون لها تأثير إيجابي بحكم الثقل الذي يحمله كل من
البابوي. صحيح. طب وماذا عن برنامج الزيارة؟ هو برنامج الزيارة زيارة لمدة 3 أيام، الأربع والخميس والجمعة. الزيارة هيبقى عبارة عن لقاء ثنائي للبابوين معا، وأيضا هيشارك قداسة البابا تواضروس في الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا فرانسيس، وهيلقي كلمة محبة غدا، وهو حدث يحدث لأول مرة أن يتحدث شخص أو قائد غير كاثوليكي في اجتماع بابا الفاتيكان. أيضا هيكون في لقاء بين الوفدين. اليوم زار قداسة البابا والوفد المرافق بازيليك القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان. الله، ده حدث أكتر من رائع. بالمناسبة مسألة إلقاء هذه الكلمة وكلمة محبة من داخل الفاتيكان، ده شيء أكبر من مهم وأكبر من عظيم. أنا بشكرك جدا القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.